مساء الخير وحياكم الله لكل من يشاهدنا من خلال شاشة الاي تي في وحلقة جديدة من برنامج عسيف. اليوم ثالث ايام الحظر يا نوره. اي والله. خلينا اول شيء امسي بالخير على الساده المشاهدين وعلى جميع الموجودين معنا بالاستديو. اليوم ثالث يوم حظر. ساره نس ما تفضلتي، وقاعده اشوف يعني التزام من الناس، قاعده اشوف الله يعطيهم العافيه وزاره الداخليه. صحيح. يعني قاعدين نرد الاحداث اللي صارت السنه اللي فاتت، ودائما وزاره الداخليه تكون على قدم وساق، واستعداداتها تكون دائما يعني من اول اولوياتها في الوزاره هو التنسيق. صحيح. لمثل هذه الامور المفروض. صحيح. ونورة بصراحة يعني أكيد لاحظتي هذا الشيء من خلال النقاط الأمنية اللي مريتي عليها وانت جاية للدوام. يعني كل أفراد الداخلية مبتسمين، يحاولون أنهم يتعاونون أكثر مع الناس. اللي كان عنده تصريح للخروج، اللي عنده تصريح لمثلا المستشفى أو غيره، الكل يحاول أنه يكون متعاون. أكيد هذا كله لمصلحة الجميع. يمكن شفنا من خلال الأيام اللي طافت حتى مع ظل الزحمة اللي طافت، في شوية تسهيلات علشان الناس ما يكون عندها. صح. هذا التوتر. أكيد، والله يعطيهم العافية. كافي تواجدهم في الشارع ومخلين بيتهم وعيالهم. صحيح. قواهم الله الله يعطيهم ألف عافية. أكيد عندنا تقرير يخص وزارة الداخلية نشوفه معاكم. حزم وحسمة. بسطت وزارة الداخلية الأمن وحافظت على الاستقرار داخل البلاد خلال الفترات الماضية، وفي ظل الأزمة الصحية غير المسبوقة التي شهدتها الكويت والتطورات الأمنية التي رافقتها، وأظهرت حالة من الاتزان والاحترافية في ظل التعامل مع الجميع، وظهر دور كبير لجميع قطاعات وزارة الداخلية من خلال تعاملها الأمني والتوعوي خلال الأزمة، بتوجيه رسائل توعوية لتجنب التجمعات من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا. فعلا يمكن شفنا من خلال هذا التقرير يعني شلون قاعد يصير عملية التنظيم للنقاط الأمنية على في المناطق الكويت والشوارع بشكل عام. معنا اتصال مع وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع الأمن العام اللواء فراج الزعبي. نمسيك بالخير وحياك الله معنا. مساك الله بالنور وحياك الله وساعة مباركة يا أختي. يا هلا ومرحبا فيك. بالبداية خلنا نتعرف على كيفية إدارة الأمور في الشارع وشون الناس متعاونين من هذا الجانب، خصوصا يعني وقت الحظر. أختي الكريمة، احنا بالعكس متعودين احنا من شهر 2 ان شلون توزع على التفتيشات وعلى تطبيق الحظر الجزئي الكلي ومن ثم الجزئي. وهذا الحظر بدأنا فيه على خبرتنا السابقة. نعم. ولله الحمد احنا تعودنا على مواطن الكويتيين على هذا التعاون، ففي تعاون سابق. نعم. ايام الحظر القديم، والحظر هذا لاحظنا تعاون واضح والتزام واضح من المواطنين، وحنا نشكرهم على ذلك. قد يكون في مشكلة في بداية الحظر تعطيل الشوارع، هو سبب يرجع الى ان يرجع الى ان الناس اصلا مو ماخذة فترة، مو ماخذة وقت معين، الوقت الكافي عشان يوصل يعني. نعم. يعني لما تكون الحظر الساعة 5 وتطلع من الدوام الساعة 4 اكيد. صحيح. بتصير زحمة. طبعا. لما يصير الحظر الساعة 5 وتطلع من الدوام الجميع يطلع الساعة 3:30 اكيد بتصير زحمة. نعم. فان شاء الله احنا امس اليوم غير امس وامس غير اول امس، وان شاء الله المرات القادمه خفت الزحمه والتزم الناس اكثر واكثر، وحنا ان شاء الله سهلين عليهم الامور، واحنا مو جايين عشان نطبق عليهم القانون ولا نفرض عليهم ولا نحبسهم، احنا جايين نطبق الحظر وفق القانون مع التعاون والتسهيل على المواطنين. صحيح. لكن شلون شايفين مدى التزام الناس في اوقات الحظر؟ جدا ممتاز، جدا التزام طيب يثلج الصدر صراحة. نعم جميل. طيب نبي نتكلم معك أيضا عن الجهات الأخرى اللي متعاونة معاكم في هذه الفترة. والله شوفي، احنا كوزارة الداخلية عندنا أكثر من 180 190 نقطة تفتيش. الجهات الأخرى البلدية شغالة معانا على الشغلات على المحلات اللي ما تلتزم بالحظر. نعم. التجارة كل الوزارات الرقابية متعاونة معانا. نعم. واحنا نسند جميع الجهات الرقابية سواء بلدية ولا تجارة ولا إقليمية ولا اللي القوى العاملة، أي جهة رقابية ترى تقوم في واجبها الأمن العام
والشرطه في مساندتها. طبعا اكيد يمكن من خلال يعني الايام الجايه راح يتم تطبيق موضوع الباركود للجمعيات وغيرها، المستشفيات، الاماكن اللي ممكن مصرح فيها بالخروج مع الباركود، هل ممكن هذا الشيء يسبب نوع من انواع الضغط على النقاط الامنيه ولا ممكن يكون الامر شوي في سهاله؟ لا لا بالعكس، احنا مستعدين لهالشيء وجاهزين، ولا بالعكس بدت الناس من الان من الليله هذه في اخذ الباركودات والتوجه للجمعيات، توجه حق مراكز الطبية. نعم. وإحنا بالعكس إحنا مقدرين ومسهلين على المواطن والمقيم اللي عنده ظرف، إحنا بالعكس إحنا معاه طبعاً، ونسهل الأمور في أنه قد يوصل المستشفى، أنه يوصل الجهة الضرورية في موقع ترخص وزارة الداخلية للتصريح، التصريح وتصريح نعم. مفتوح، لكن وفق آلية معينة وقت معين. نعم. ونسمع لأحد يستغل هذه نعم. التصاريح. نعم. طيب لما نتكلم أيضا بشكل موجز عن أهم المخالفات اللي رصدتوها في الثلاثة أيام اللي فاتت. والله أختي أهم مخالفاتي اللي هي كسر الحظر، يعني في نعم. ناس معينين يكسرون الحظر للتوجه لجهة معينة، رايح من الصوب رايح المكان الثاني. نعم. ولكن اعتدنا أن هذول أكثر يكسرون الحظر أصحاب السوابق. نعم. هم أكثر ناس يكسرون الحظر. نعم. لأن صحيح. هذا الشخص متعود أنه يكسر القانون، فبالتالي يعتقد ان راح تقدر تطوف العمليه على الشرطه. بالعكس احنا شغالين تحويل قضايا وتسجيل قضايا وضبط وتعامل مع كل حاله على حده. حتى انا بس ابي اتكلم ونوح عن شغله، حتى اللي مثلا يتمشى بفريج بيتهم وكذي هذا يعتبر كاسر للحظر صح؟ نعم، هم مسموح التمشي يعني. نعم تذكرين في الحظر السابق اسمحوا عطى ساعتين للمشي، مو مسموح المشي، لكن احنا نقدر لما يكون واحد عند باب بيتهم ياخذ شغله من سيارته ياخذ كذا، احنا نقدرها يعني. صحيح. نقدر على العماله اللي ساكنين في غرف والغرفه مزدحمه وواقف بحوش العماره طبعا. نقدر الشيء هذا اكيد، ولكن أكيد. الشارع ممنوع التجول، هو حظر تجول، مش مسموح فيه الا انك تتمشى بالشارع تتجول فيه. صحيح. سواء راجلا او مركبة سيارة. طبعاً. كل شكر لك اللواء فراج الزعبي على هذه المداخلة، فعلاً نتمنى أن الناس تتعاون مع وزارة الداخلية بالالتزام بشكل كبير في أوقات الحظر، وقد يكون يعني قاعدين مثل ما ذكر اللواء فراج أنه في حالات قد يكون يتعاملون معهم بروح القانون والإنسانية، لكن بنفس الوقت لازم أن الناس يكون عندهم التزام أكبر في هذا الجانب. صح أكيد أكيد، خصوصاً أن رجال الأمن الحين في ظروف لا يحسدون عليها، يعني في ظل هذه صح. الأزمة وهذا الوباء يحتاجون منا على الأقل أن نحترم تواجدهم والتعب اللي هم قاعدين يقدمونه، جزاهم الله ألف خير ومشكورين على هذه الجهود من السنة اللي فاتت لحد هذه اللحظة. صحيح. يمكن نورة من الجهات اللي فعلا في فترة الأزمة كان يعني لها دور جدا كبير في الأيام اللي طافت والسنة اللي طافت كلها هي شركة المطاحن والدقيق والخبز الكويتية، يمكن كان عندهم جهود جدا كبيرة أنهم يوفرون كميات كبيرة من يعني المخبوزات وغيرها، لأن الناس كان عندهم اعتقاد أن قد تكون مخزون الغذائي أو غيره، ومو بس كذي أصلاً كانوا يقدمون خدمة. أنا شفتهم في أحد المناطق كانت مثلاً شاحنة كبيرة قاعدة توزع على الوافدين صحيح. الخبز والتوست والصمون وغيره من منتجات هذه الشركة. طبعاً أكيد معنا اتصال جاهز مع الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية الأستاذ مطلق زايد، يعطيك العافية. الله يعافيكم ويسلمكم وحياكم الله. الله يحييك منورنا. اكيد استاذ مطلق، يمكن في البدايه بنتكلم عن موضوع تدعيم القمح بفيتامين د، بصراحه هذا شيء وايد حلو جديد يضاف لشركه المطاحن، وشنو فائدتها؟ جزاكم الله خير. احنا دائما يعني في شركه مطاحن دقيق المخابز الكويتيه نسعى دائما الى التطوير، وهذا استكمالا لمسيرتنا طبعا. سواء كان من الأمن الغذائي، الأمن الغذائي هو مو بس توفر المنتج، اللي هو توفر المنتج وأن يكون هذا المنتج صحي. نعم. هذا عاملين مهمين في الأمن الغذائي. في بالنسبة حق فيتامين د، طبعا احنا قمنا قبل سنوات بإضافة فيتامين الفوليك أسيد نعم. وفيتامين الحديد قبل سنوات، والآن الفيتامين دال لما له من فائدة كبيرة على المواطنين والمقيمين في دولة الكويت. طبعا هذا العمل يحتاج إلى جهود متضافرة
من شركة مطاعم داخل المخابز الكويتية وأيضا من هيئة الغذاء، والحمد لله هم متعاونين جدا معنا في هذا الموضوع. وإن شاء الله راح نبشركم أنه راح يكون موجود إن شاء الله بعد مدة إن شاء الله، يعني إن شاء الله ليست بالطويلة إن شاء الله بإذن الله. اليوم الناس صار عندهم تأكيد أكثر وراحة واطمئنان أكثر على المخزون الغذائي، ولكن أيضا نبي نتكلم عن المخزون الغذائي اليوم، ونبي نتكلم ونوضح لهم شنو المنتجات اللي فيها فيتامين دال تحديدا. إحنا الآن إن شاء الله راح قاعدين نعمل مع هيئة الغذاء، نعم، أن يكون التدعيم الفيتامين دال في الطحين. جميل. اللي يجي من وراء تقريبا جميع المنتجات. صحيح. سواء كانت من المخابز اللي هي المخابز الأوروبية اللي هو التوست وخلافة والبنز وهذول كلهم، ولا الخبز العربي وخبز كل الأنواع الخبز راح يكون، لأن الأساس راح يكون مدعم إن شاء الله في الفيتامين دال ان شاء الله ان شاء الله. طيب استاذ مطلق، نتكلم عن موضوع الايام اللي طافت، فتره الحظر الثلاث ايام هذه، هل زاد الطلب على بعض السلع والمخبوزات في شركه المطاحن، ولا كان الوضع طبيعي؟ احنا حقيقه في هذا يعني واجبنا، سواء كان في بدايه كورونا في نفس الوقت العام الماضي او إلى الآن، أن احنا نوفر للناس المنتجات. وكان هناك مثل ما تفضلته، وكان هناك هلع أنه لعدم وجود المنتج، بس اللي حصل في هذه المرة الحمد لله، يعني احنا نعتبرها زيادة ثقة في الشركة، أن الناس ما تكالبت ولا كان عندها هلع من المنتج الغذائي. فزياداتنا ما تعدت أكثر من 10 إلى 15% فقط، فهذه الزيادة لا تمثل عندنا شيء. يعني إحنا ممكن نحن نطلع ل 100% من ما ننتج. فالوضع الحالي هو وضع طبيعي جدا، وضع طبيعي في أكشاك المخابز، وضع طبيعي في الجمعيات التعاونية وفي منافذ البيع. أستاذ مطلق، يعني ما في نية إن أنتم تبطلون في فترة المسائية، يعني ما تحتاجون إن أنتم تبطلون في الفترة المسائية؟ طبعاً إحنا لازم نلتزم في قرارات مجلس الوزراء وقرارات الحكومة في الفتح والتسكير. إحنا نفتح الساعة 5 ونسكر الساعة 4 عشان نخلي وقت للناس أنها ترجع بيوتها. نعم. من الساعة 4 إلى الساعة 5، فإحنا لابد علينا من الالتزام، ولا نرى أن في حاجة كبيرة أن إحنا نكون فاتحين طول الفترة. ولكن الآن بالطريقة اللي وضعتها وزارة التجارة مع الجمعيات التعاونية معنا، اللي هو نظام المواعيد في الجمعيات التعاونية وخلافها، فالخبز موجود في الجمعيات التعاونية دائما، وعندنا لغاية الساعة 4 بالكمية اللي يطلبها الناس. يعني ما في أي، الحمد لله، يعني اللي شفناه بالثلاث أيام اللي فاتت ما في أي مشكلة في هذا الموضوع. نعم، كل الشكر لك أستاذ مطلق على هذه الأجوبة وإتاحة المواطنين معرفة المزيد عن هذه الشركة المميزة في تقديم كل ما هو لصالح المستهلك. شكرا لك أستاذ مطلق الزايد. يمكن اليوم ما عدنا في هلع وخوف على المخزون الغذائي والأمور. صحيح. هذه شركة المطاحن الكويتية أسرار ما شاء الله دائما سباقة في التجديد، ويعني أعطاء أفضل الأمور في الجودة للمستهلك. صحيح طبعا. يمكن راح انتقل لجانب ثاني مع موضوع الحظر، في أكيد كثير من الشركات. نعم. قد تكون الجمعيات وغيرها قد يكونون تأثروا مع موضوع الحظر. نعم. فراح نشوف أكثر إيش كثر أثر الحظر على موضوع السلع، ونرجع معكم. قبل أن تدق الساعة 5 لتعلن عن بدء حظر التجوال الجزئي، تشهد شوارع الديرة زحاماً كبيراً. هناك من يحاول اللحاق على شراء بعض الأغراض،
أو من يسعى لإنجاز بعض الأعمال، كيف أثر الحظر على حركتي البيع والشراء؟ سؤال طرحناه على بعض المواطنين والمقيمين وكانت هذه الإجابة. في ناس لازم تشتري، في احتياجات تحتاجها الناس، بس القرار اللي اتخذوه بالحظر صراحة كلش مو صحيح. زحمة غير طبيعية، يعني اختناق مروري مو طبيعي، يعني كل واحد وحاجته طبعا، لأن الوقت قصير والساعة 3:30 المحلات تسكر، فاللي له حاجة يستقل هالوقت قبل الساعة 3:30. صدقني وقف كل شيء، يعني شو أنت بتشتغل من الساعة 8 للساعة 5، شو في للساعة 3 بعد، ما راح فيك تعمل شيء. كل شيء تأثر، نفسيتنا راحت، كل حتى نفسيتنا. شوف الزحمة، أنا الحين نص شارع كندترا، شوف الزحمة الحين، شوف الساعة 4 متى وصل البيت، مفروض أنه يخلونا إلى الساعة 7 أقل شيء يعني. الله يعيننا الله يعيننا، صار لي ساعتين واقف في قصة الشويخ، الله يعيننا. الحين المفروض الواحد يطلع الساعة 7 الصبح عشان يخلص شغله. إيه الناس ما تبي تقعد ببيوتها، تاخذ احتياطاتها الصحية لكن ما تبي تقعد بالبيت. شفنا ان الموضوع الحظر الجزئي خلاص صار واقع، فالناس لازم ان هي شويه يعني تتاقلم معه وتتجاوب معه بطريقه اخرى، تطلع فتره الصبح مثل ما ذكر احد الاشخاص، يطلعون فتره الصبح يخلصون مشاويرهم، لان معروف ان الظهر للعصر هذه طلعت دوامات ممكن فعلا تسبب يعني زحمه كبيره فيتاذون فيها. وغالبا ما تكون هذه الفتره حتى قبل الحظر اسرار هذه يعني يكون فيها ازدحام واختناق مروري من الساعه 2 للساعه 4، فخلصوا شغلكم بكر، عطوا نفسكم وقت ومساحة قبل الساعة 5 على أساس أنه نقدر إحنا نحتوي هذه المواقف كوننا مواطنين ونحترم القانون، حتى الناس اللي تطلع من دواماتها هالحزة ما يتضايقون من هذا الازدحام. صحيح. راح نشوف مع بعض الحين استعراض لفقراتنا وضيوف حلقتنا لليوم، خلينا نشوفها. في حلقة الليلة من برنامج عسيف بتشوفون البروفيسور خالد السعيد عضو اللجنة الفنية للقاح كورونا بوزارة الصحة، وحوار حول لقاح كورونا والإقبال على اللقاح. العقيد محمد بدر الغريب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام، وحوار حول دور قوة الإطفاء في متابعة الاشتراطات الصحية وتنفيذ الحظر الجزئي. الأستاذ مشعل سعد مانع رئيس جمعية حماية المستهلك، وحوار حول الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار. ومن فقرتنا الأسبوعية فقرة فصميم مع الزميل سعود بوشهري. إذن راح نتطرق لموضوع اللقاح بشكل جدا كبير وعميق مع البروفيسور خالد السعيد من بعد هذا الفاصل.